فعلا يعني زي ما استمعنا لجزء من موسيقى فرقة ابن عربي اللي بتحمل مزيج من ثقافة أغلب الدول العربية، أطلقوا مؤخرا برنامج غنائي متكامل هنتعرف عليه أكتر وعلى الفرقة ومشروعاتها القادمة. بينضم إلينا من مدينة طنجة المغربية عبد الله منصور منشد فرقة ابن عربي، أهلا بيك وبرحب بيك وسعداء طبعا بوجودك معنا في برنامجنا صباح الجديد. يعني طبعا احنا بنتكلم عن اقدم من فرقه من فرق بلاد المغرب ودائما وكمان اعرق فرق العالم العربي، ولكن قبل ما ابدا واتكلم معاك عن تاريخ هذه الفرقه خليني ابدا معاك من اخر اعمالكم الغنائيه اللي هتطرحوها وكواليس البرنامج الغنائي للفرقه. اولا صباح الخير عليكم جميعا، صباح سعيد النور. جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الشيق. ان شاء الله رمضان كريم وعيد مبارك كريم سعيد، لأنه نحن مقبلين بعد أيام إن شاء الله قليلة على عيد الفطر السعيد. كل عام وأنت بخير. كل سنة وحضرتكم طيبين. حضرتك بخير. أول ربنا يكرمك يا رب. أول حاجة البرنامج، أو نبتدي الكلام ببرنامج ليالي السكينة. البرنامج الجديد ده هو نوع مغاير أو نقلة نوعية لفرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي في مجال الغناء الصوفي. أول مرة تستعمل فيه فرقة ابن عربي مزيج غنائي بين آلات تقليدية وآلات عصرية حديثة. البرنامج الغنائي يأتي تيمنا وترحما لروح الفقيدة أختي سكينة الخليع التي يعني توفيت قبل سنتين بالضبط بمرض سرطان الخبيث، عافانا الله وإياكم منه. ليالي السكينة يعتبر مزيجا بين الأدب أو الشعر الصوفي والزجليات الصوفية الأندلسية والموسيقى العالمية. استعملنا فيه توزيعات موسيقية عديدة، حتى طريقة التصوير كانت طريقة حديثة جدا، وبرنامج غنائي نلعب فيه حتى على كواليس العمل من خلال التصوير. طريقة التصوير حديثة جدا، لاقى نجاحا رائعا خلال الشهر الفضيل. قمنا بطرح أكثر من عمل أو أكثر من كليب غنائي، والحمد لله كلها تلقى نجاحا كبيرا. أنا عايزة أنتقل مع حضرتك للجزئية دي، النجاح الكبير، يعني فرقة ليها تاريخ طويل جدا، عايزة أعرف إيه سر استمرارها لحد دلوقتي خاصة في ظل الموسيقى الغربية اللي بتجتاح سوق الأغاني، وطبعا يعني في أنواع كتير من المزيكا مختلفة، ولكن أنتوا بتجذبوا الجمهور وبتنجحوا في ده بشكل كبير جدا، بتعملوا ده إزاي؟ أولاً الحمد لله الفضل يرجع لرب العالمين سبحانه وتعالى، والإصرار على تقديم الأفضل وعلى التطور مع 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 التحديات، لأنه العصر يتطور بسرعة. صحيح. بداية من التلفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا في وقتنا الحالي تلعب دور مهم جداً للانتشار كيفما كانت نوع موسيقاك. يعني أصبح من السهل جداً لأي شخص أن يصل إلى المشاهدين أو إلى المستمعين عن طريق التحديثات أو التطبيقات الإلكترونية الجديدة أو مواقع التواصل الاجتماعي. ما دام أن الواحد يقدم فن جيد أو موسيقى حديثة ويتطور مع هذه التحديات الجديدة، بس أكيد في حافز، في حاجة تحرككم. فعلا هو لدينا دائما جمهور ثابت ومن مختلف الأعمار، يعني من مختلف الأعمار. مؤخرا يعني في جمهور كاسح للشباب بالوطن العربي فعلا، حتى مع زمن الثورات العربية تغير المنظور العام للجمهور العربي، يعني أصبح بيسمع نوع موسيقى جديدة مثل موسيقى الأندرغراوند، الموسيقى الحديثة، الفرق المتطورة، موسيقى الراب. الموسيقى الصوفية كانت من بين هذه التغييرات التي حدثت، لكن لا أخفيكم سرا أنه لازم من التطور ولازم من العمل على إرضاء الجمهور دون الخروج عن السياق أو الطريق الأساسي أو الهدف الرئيسي، وهو نشر التصوف الذي كله سلام ومحبة وتسامح.
طب يبدو فعلا ان في تفاعل واقبال كبير من الشباب العربي، وخاصه ان تقوموا بجولات في مختلف الدول العربيه، ويبدو فعلا ان في اقبال كبير على الاستماع الى هذا النوع من الغناء، لكن كمان بتعتمد موسيقاكم على الالات التراثيه الشرقيه. الى اي مدى ممكن فعلا بتلعب هذه الالات دور في ابراز القصائد الصوفيه اللي بتقدموها؟ هو فعلا توليفه فرقه ابن عربي، ماذا تقوم بها فرقه ابن عربي؟ تقوم بنشر اللحن والإرث الصوفي المغربي لحنا وشعرا، وإضافة آلات موسيقية تقليدية من مختلف المدارس الصوفية العالمية. هذا الذي يجعل الانتشار يكون أكبر، تجد إقبال لهذا النوع من الموسيقى في الدول الغربية كما هو في الدول العربية. مؤخرا كما ذكرت سابقا أضفنا الآلات الموسيقية أيضا الحديثة مثل البيانو أو القيثارة الإلكترونية أو الإسبانية أو غيرها من الآلات الحديثة، حتى يكون هناك اتساع لرقعة المستمع واتساع الأذواق، فتجد مثل ما ذكرت حضرتك أنه في جمهور جديد من الشباب. هذا الذي يجعل دائما فرقة ابن عربي من خلال المهرجانات أو الحفلات التي تقدمها مكتملة العدد، سواء في المغرب أو في المغرب أو المشرق أو حتى في الغرب أو أوروبا أو الدول الغير الناطقة بالعربية، من خلال الموسيقى. أحيانا تجد جمهور كبير للفرقة في دول غربية أوروبية لا يعرفون المعاني التي نقوم بنشرها أو اللغة نختلف معها تحديدا. أنا عايز أسأل عنه، يعني آلات شرقية تراثية شرقية ومزيكا ممكن تكون مختلفة على ودان الناس كثيرة جدا، ومع ذلك ما شاء الله يعني بتعملوا عدد كبير من الحفلات العالمية. إزاي تفاعل الجمهور الغربي بيتشد ليكوا؟ ازاي بتنجحوا في ان هو يفضل موجود ويفضل يسمعكم لحد الاخر؟ اولا اختيار نوع المقامات المقامات الموسيقيه القريبه لهذه الدول، كمقام النهواند او مقام العجم عندنا بالمغرب، يعني القريب منه هو مقام الاستهلال، وهي كلها مقامات قريبه للمستمع الغربي. أضف إلى ذلك الألحان العذبة التي يعني تدخل القلوب والآذان بدون استئذان، يسهل هذا الأمر على المتلقي من غير الأشعار التي هي كلها تدعو إلى التسامح والمحبة والتآخي. ونقوم أيضا بترجمة هذه الأشعار من خلال العديد من الحفلات وشرح ما فيها من معاني راقية وسامية تدعو إلى نشر الإسلام الصح، الإسلام الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والتآخي مع الآخر. يعني قبل ما ننتقل لجزئية الأشعار، لو ممكن أطلب من حضرتك إن احنا نسمع جزء أو مقطع يعني صغير من آخر عمل تم طرحه. على ذكر آخر عمل تم طرحه من خلال برنامج ليالي السكينة، كانت أول قصيدة قمنا بطرحها هي زجلية الإمام أبي الحسن علي الششتري، التي هي معروفة جدا في الوطن العربي خصوصا في الدول الخليجية، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني. هذه القصيدة قمنا بتوزيعها لكن بلحن صوفي يعطي للحن أو للشعر قدسيته الروحية والصوفية. بالطبع. أحاول أن أسمعكم مقطع بسيط منه. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، أشعلي يا من الناس وشعل للناس مني، الله 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 الله
الله الله الله، غيرك ما كان، يا الله. يعني الحقيقة أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، ولكن الله فعلا، يعني فعلا ربنا يكرمك يا رب، صوت دي رائع حاجة ومش بسيطة محتاج لآلات بتمنى موسيقية خالص بالمناسبة، يعني أنت خالص صوتك بجد. لوحده نغم. ربنا يكرمك، يعني ربنا يكرمك، وبتمنى تكون حاجة بسيطة يعني، مش على قد المقام يعني. كنا بنتمنى نكون حاضرين بالعكس معاكم في بالعكس الاستوديو مع الفرقة، بس بالعكس إن شاء الله المهم أكيد هتنورونا قريب، ويعني الحقيقة ربنا يكرمك، لينا ربنا الشرف والله. يخليك. احنا عايزين نقول لكم مبروك على آخر أعمالكم، وإن شاء الله بنتمنى ليكم كل النجاح في كل ما هو قادم يعني. وبشكرك على مشاركتك معنا عبد الله منصور، منشد فرقة ابن عربي، كنت معنا من مدينة طنجة المغربية. شكرا ليك.